طيب سيدة بهية وخالتي ميري هذه وش قصتها؟ يعني الدور يبدو غريبا تماما، سيدة جارة تتلصص على جيرانها وقابة بالتعبير الشعبي، يعني ثنائي اليوم شفنا حلقة قوية، ثنائي جميل أنت والسيدة فاطمة حليلو، فاحكي لنا شوية على هذا الدور. والله أنا كنت قلت الأستاذة نبيلة أنه دور جديد بالنسبة لي حقيقة، نعم أنا كنت متخوفة في البداية لأني في هذا السن في بعد هذه المرحلة اللي كانت طويلة وعريضة، وكنت يعني تقدمت عدة أدوار تتشابه نعم ولكن تختلف لو يعني نبحث، هذا دور طبعا الناقد ودور الصحفي ودور المحلل هو اللي يقول لك أنه أدوارها نعم كانت تتشابه ولكن كانت مغايرة تتغير من الأمهات لا تتشابه في الحقيقة.